سأغني للفرحة دوما رغم نزيف دمي. لم يقتلها ظلام عدوي، لم يقتل حلمي. سأغني للفرحة دوما رغم نزيف دمي. لم يقتلها ظلام عدوي، لم يقتل حلمي. تفنى الأجساد ولا تفنى فينا الأرواح. من جرح القهر غدا تشرق شمس لصباح. سأغني للفرحة دوما رغم نزيف دمي. شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم مآسينا، أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نهدي كي نحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح نبقى فيها اليوم. الهجمات الموجوده عليه اليوم. احنا جينا هنا على الشيخ رضوان، اتجهنا بمبادره جميله من اهل الحي الشيخ رضوان انهم بيعملوا الفلافل وبيعطوا للناس مجانا، واحنا حبينا نساهم معاهم في الحمص، وربنا يبارك فيهم. بس
طلع بيقول لي انغام. نحن الان اليوم نعيش في ظروف صعبه وبنزوح، واخواننا في الجباليه والزيتون والصبره كلهم بنزحوا عنا. احنا تطوعنا من انفسنا انه نعمل شيء ليرضي وجه الله ونعزز الصمود ان شاء الله، ونرسم الفرحه والبسمه على وجوه الناس. لا في مصاري لا في مي لا ما في ولا شيء. طبعا احنا بنلجأ للتكيات عشان نكمل مشوار الحياة لأولادنا، نجيب الأكل نجيب الشرب. نزحت أنا بالنسبة لي اللي هو يمكن حوالي 4-5 مرات، اللي هو من تل الهواء للانثرات، وفي الانثرات نزحت كمان مرتين من مكان لمكان عشان حكوا بدهم يضربوا خدمات نارية. بعدها توجهنا لرفح ومن مكان لمكان، ولسه مش عارفين هين بهجروا فينا. وجرقة الغز وصلت 1000 شيكل و 800 شيكل، فبنلم الحطب وبنبيعه عشان نمشي امور الناس، يعني تطبخ وتمشي حالها. يعني انت شايف الوضع اللي احنا فيه، يعني النزح ومن رفح وصارت الكثافه بدل البلع كبيره كثير، والناس هقيت الحطب يعني بتستعمله كثير. يعني بنلم الحطب ورا المقاطير اللي بتجيب المساعدات، لو حدا اخذ مشطاح بناخذه منه احساب 4 شيكل الكيلو 3 شيكل، وبنبيعه بزياده شيكل، مربح بكل كيلو شيكل نص شيكل. تعالي على نايلون حقير حطب دير بالك. هذا قامزي فيش غاز، المعبر مسكر، وضعنا صعب. احنا لحالنا بصير ندور على القشه، ندور على كيس النايلون، نبعث صغارنا، وضعنا صعب صعب للغايه. والحطب غالي، لما بيجوا بالناس يبيعوا الحطب كثير غالي. فالوضع صعب جدا ان الواحد يحصل على طبخه يعني ياكلها زي الناس، يعني على شربات معلبات شيء. الواحد صعب انه يتوفر له لقمه يعني زي ما كان قبل الحرب يعني ياكلها ويشربها. اليوم الوضع صعب جدا، فاحنا اضطرينا الحطب والاولاد الصغار في المساء بلموا نايلون وورق وحطب من الشوارع، ايش بنقدر نجيبه ونولع.